اخترت نظام السيد الرميد. سيد الرئيس، نحن نحترم سيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الاحترام التام، لكن إن هذه الدولة فيها أمير المؤمنين وهؤلاء أيضا مؤمنون، وأمير المؤمنين هو الممثل الأسمى للأمة، ونواب الشعب هم ممثلو الأمة، وبالتالي فإننا حينما نناقش قضايا الأمة فهذا حقنا الطبيعي الذي نص عليه الدستور واتفقت عليه الأمة المغربية بقيادة جلالة الملك أمير المؤمنين، أن يقول لنا السيد وزير الأوقاف بأنه ليس من حقي أن تقول لنا سيد وزير أن تقول لنا سيد الوزير من فضلك. سيد الوزير من فضلك. سيد الرئيس. سيد الوزير من فضلك. إن تفضل. النواب البرلمانيين حقهم الذي استمدوه من تمثيلهم للأمة حقهم ثابت في مساءلة سيد وزير الأوقاف في كل الشؤون ومنها الشؤون الإسلامية والأوقاف، وحينما يستجيب سيد وزير الأوقاف لأي سؤال تبعا لسياسات حكومية خطها جلالة الملك أو خطتها الحكومة أو طالب بها البرلمانيون فهذه كلها مؤسسات تتكامل، وليس من حق مؤسسة شكراً. وليس من حق أحد أن يقول بمنطق مؤسساتي يلغي مؤسسات أخرى. سيد الرئيس، إننا كنواب الأمة نقول بأن مساءلتنا لسيد الوزير ثابتة، وحقنا في مناقشة هذا القطاع الهام الحيوي الذي يترأسه سيادته ثابت، ولذلك نطالب سيد الوزير أن لا يعود إلى هذا المنطق تماما لأنه يفرغ العمل البرلماني وتمثيلية الأمة من محتواها. شكرا. شكرا سيد نائب. سيد الوزير مازال ما عطيتكمش كلمة، الله يخليك. سيد الوزير مازال ما عطيتكم، طلبوا الكلمة سيد الوزير، تفضل. سيد الرئيس، سادة النواب المحترمون، إشهاد النواب المحترمون والنائبات المحترمات أنني لم أناقش منذ 8 سنوات حق أي برلماني أو برلمانية في أن يسائلني ويحاسبني، وأجبت دائما على الأسئلة في الشأن الديني المتعلق بالأئمة والمساجد وغيرها. أنا أتكلم عن نقطة خاصة تتعلق بأن الأئمة فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم والعلماء هم من شأن إمارة المؤمنين، فيما يتعلق بالمحاسبة والسؤال من شأن المؤسسة الدستورية التشريعية التي تنوب عن المجتمع. هنالك أمة وهنالك مجتمع، ينبغي أن نعرف من نمثل. شكرا سيد الوزير. إذا نمر للسؤال الموالي. نقطة نظام سي زيدي، تفضل. شكرا سيد الرئيس. ليس معنى هذا أننا نحول هذه الجلسة إلى الحديث عن فصل السلطات. نحن هنا في مؤسسة دستورية نعرف مسؤولياتنا كاملة. الدستور حسم في مسألة فصل السلطات، ولا داعي لأن نخلط بين الأشياء. نعم، لا بد من القول بأن إمارة المؤمنين هي شيء شأن مقدس لدى جميع المغاربة، لكن نحن كنواب للأمة وهؤلاء الموجودون تحت هذه قبة البرلمان من حقهم أن يسائلوا في كل المواضيع، ومن حقهم أن يحرصوا على أن تكون إمارة المؤمنين مصانة والذين يقومون بمهامهم في إطار إمارة المؤمنين وفي إطار الشأن الديني أن تحفظ حقوقهم، وأعتقد بأن هذا من واجب البرلمانيين، وأعتقد بأنه لا يجب أن ندخل في جدل من هذا القبيل. شكرا. شكرا.